وتم حظر الفيديو تبعي على اليوتيوب. يعني من الآخر اليوتيوب شلوه مسحوه. ولاد الرفضي. وبديت أفكر إيش الشيء اللي ممكن أسويه. مريت بحالة صعبة، أفكار تلخبطت، مشاعري وحسحيسي دمرت وأخذت سكة الضياع. بديت أدخن وأدخن بشراهة. تنبيه، التدخين مضر بالصحة ولا ينصح باقتناع السجائر، ماشي؟ ومش هيك بس، وصرت أشرب وأشرب وبشراهة. أنا عم بضيع. ومش هيك بس، اللي خطر في بالي كمان أكثر جنونا، قررت إني أقص شعري. بس لا، مش حيأس. وهيك ست الإيفل توين ورجعت لطبيعتي. أنا مكمل يوم. That shit was sick, yo. أصدقائي وحبايبي، أحلى عالم وألا صنف بشري بمجرة التبانة وما حولها. زي ما انتوا عارفين الفيديو تبع الواي فاي مسح، شالوه اليوتيوب لأنه ضد القوانين تبعتهم. أنا عارف ما بنفع نتكلم بالتفاصيل بالطريقة هاي، وأنا قلت لكم يو مقوم، وانتو كنتوا مصرين. يا محمد نزل لنا عمل، يا محمد نزل لنا عمل. راح الفيديو بعد 11 ساعة editing. شلوه شلوه ولاد الرفضي. فالسؤال القوي هلا، تاكلوا ايس كريم؟ قوي بهذا زي هاي اللي جاي، يعني انتو فاهمين علي صح؟ ايش حنسوي فيها؟ لذيذ الايس كريم. اوه ماي جاد، فاليوتيوب لحاله ما حينفع، فايش بدنا نسوي حذركم؟ نرفع عليه الفيديوهات اللي فيها تفاصيل زي الفيديو اللي راح اللي المسح، والشروحات العاديه نخليها على اليوتيوب. بس السؤال كمان القوي، نحط الفيديوهات الثانيه وين؟ اعطوني اقتراحاتكم، قولوا لي في الكومنتس تحت بالتعليقات، يعني وين بدكم ايانا نحط الفيديوز اللي فيها تفاصيل زي الفيديو اللي المسح؟ شلوه هذا الرفضي. خلونا نشوف اقتراحاتكم بالكومنت تحت علشان مع بعضينا نلاقي لنا حل. قربت اخلص علبة الايس كريم ولسه ما تعشيت يو. تبن مش قادر اسيبها، مش قادر اسيبها. ارياكم. اوه ماي جاد. اورايت، فقولوا لي ايش برايكم احسن حل نسويه عشان نحل هالمشكله، واللي بتقترحوه ام داون يو، يعني معاكم. بس شغله صغيره، هلا بالكومنت تحت لما حدا فيكم يحط اقتراح بدي اشوف فيه مناقشه، بدي اشوف فيه اخذ وعطاء، وين حتلاقوني عم برد معاكم في الكومنت ومع بعضينا خلونا نتوصل لاحسن حل. يعني مثلا في ناس اقترحوا علي اني انزل الفيديوز هاي على الفيسبوك، بس مش كلكم عندكم فيسبوك ومش الكل بحب يتفرج على الفيديوز من الفيسبوك، فبدنا نلاقي حل يزبط مع اليوتيوب. يعني مثلا الفيديوز اللي زي هاي ننزل الجزء اللي فيه قصة زعتر مع الشرح على اليوتيوب، والمنطقة الملغومة من الفيديو نتفق مع بعضينا وين نحطه بلا آفية علشان الكل يشوفه، ونصير نمشي على هذا النظام. فاللي بدي اياه منكم تقترحوا علي شو هو هذا المكان الفلاني. alright. وانا هرجع انزل الفيديو اللي انمسح على اليوتيوب، بس هعدل فيه شغلة بسيطة علشان ما يزعل مننا حبيبنا اليوتيوب. اوريدي اخذت 3 شهور سترايك انا هلا تبن يو، مع اني قايل 600 مرة بالفيديو انه هذا الفيديو غرض تعليمي for education purposes، وطلعت لهم هاي وتكلمنا بالعربي. يا جماعة ما حدا يسيء استعمال المعلومات الموجودة بهذا الفيديو، بس خلص حبيبنا اليوتيوب مخهم ناشف، خوفهم المحتوى تبع الفيديو واللي براسهم بدهم يسووه. بس يو whatever، بنرجع بنسوي 10 غيره. بس مع هيك بقول لكم الفيديو حيرجع ينزل على اليوتيوب، وما اخبي عليكم الايديتنج تبع هذا الفيديو بالذات هلكني يا، فمتعوب عليه وحرام انه هيك خلص انسى موضوعه.
وحتى مع اني حشيل منه جزء صغير قبل ما ارجع انزله على اليوتيوب، لسه المعلومات اللي فيه وقصة زعتر مفيدة مرة جدا، وانا متأكد انه في ناس كتير حتستفيد منه حتى من غير التفاصيل اللي خلتهم يشيلوا لي الفيديو من اليوتيوب. ولاد الرفضي right. فيلا نتناقش بالموضوع ولاقولي حل عشان اعرف كيف حنتصرف في الفيديو التاني من الواي فاي WPA، وهذاك الفيديو حيكون كله مضروب يو، يعني الفيديو تبع الويب ما كمل 24 ساعة اونلاين وانشال. الفيديو التاني تبع WPA ولكم بقص شعري لو كمل 10 دقايق. فيلا شدوا حيلكم يوم alright. وشغلة أخيرة يا زوزو، ليش هلولنا الفيديو يا زوزو؟ يا زوزو سوي أي شيء يا زوزو، الله يخرب بيت شيطانك أنت الثاني. تبن تبن لك ماشي؟ يس ماشي جود باي. أنا حطفي الكاميرا من هون وأروح ألعب الويجي بورد، فالفيديو تبع الويجي بورد حيكون نازل يا بكرة يا بعد بكرة بالكتير. هلا هو كان المفروض يكون نازل من يوم ولا من يومين، بس موضوع الاسترايك اللي أكلناه على اليوتيوب لخبط لي جدولي يو. المهم بآخر الموضوع وكالعادة، ربي يسعدكم ويوفقكم كلكم. بس شغلة أخيرة، لو بدكم أحط فيديوهات تانية تنحضر على اليوتيوب، أو لا يا محمد انتبه ما تخليهم يسووا لك حظر مرة تانية، أو معاك معاك لو بدك تحط فيديوهاتك بنفس المكان اللي مية خليفة بتحط فيديوهاتها عليه، بكل الأحوال بتسووا لي لايك شير سبسكرايب وسلام. أيوة كده يا وديع. لسببين، الاول انه في عندي واي فاي بالبيت، والثاني انا مش محتاج برنامج من الاب ستور او من الماركت تبع اندرويد عشان افوت على واي فاي. انا عم بقول عن نفسه هاكر ومنزل فيديو اسمه رسالة هاكر وشايف حاله علينا. اولا من اول فيديو سويته انا ما حكيت عن نفسي هاكر، انا يمكن ويمكن لا right. وفيديو رسالة هاكر اللي نزلته من كم يوم هذا عبارة عن طريقة تفكير انه كيف المخ الهاكري شغال، الهاكرز هيك بيفكروا، والفيديو كلامه حلو ومظبوط، الغرض منه انه الناس تستفيد والكل يعرف انه اذا ما انتبه هو على الانترنت واحد من هدول الهاكر ممكن يترصده او يترصدها وعن جد يكون لهم لعنة. Come on yo، يعني الناس اللي مصغرين هذا وهدفهم بس يعترضوا ويخلوا الموضوع تحدي. روقوا يو روقوا ماشي ماشي.